السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال الأندلس. النهاردة هنتكلم عن التاريخ للصف الثاني الإعدادي. النهاردة معانا إن شاء الله الدرس الأول محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل أن نبتدي في الدرس إن شاء الله هيبقى مع أجيال الأندلس. التاريخ بيتكون من الوحدة الثالثة، حياة محمد صلى الله عليه وسلم، قصة بناء أمة، في درس تمهيدي عن أحوال شبه الجزيرة العربية، ثم الدرس الأول محمد صلى الله عليه وسلم المولد والنشأة، الدرس الثاني بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الدرس الثالث هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبناء الدولة، الدرس الرابع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وكفاحه. ثم بعد كده ننتقل للوحدة الرابعة الخلفاء الراشدون. الدرس الأول خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الدرس الثاني خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الدرس الثالث خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، أما الدرس الرابع خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم بعد كده هننتقل لأول درس إن شاء الله في الوحدة الثالثة بتاعتنا. اشترك في قناة أجيال الأندلس حتى تصل لك كل جديد إن شاء الله. ده الدرس التمهيدي اللي إن شاء الله هتلاقيه موجود على أجيال الأندلس. تمام، هنشوف مع بعض التاريخ أول بأول إن شاء الله في أجيال الأندلس. حياة محمد صلى الله عليه وسلم دي اللي هناخدها إن شاء الله لو في عمر إن شاء الله، حياة النبي محمد، وبعدين ده بالنسبة للمذكرة، وبعد كده هنشوفها في الأسئلة أي سؤال خاص بيها عن محمد صلى الله عليه وسلم. هنشوف اللي هو الدنيا ماشية ازاي، ونشوف قصة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، تابعونا بعد الفاصل وشوفوا أجيال الأندلس والإجابات على كل الأسئلة، وشرح هيفيد جدا وهتتبسطوا بيه إن شاء الله. اشترك في القناة هتصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير. تابعونا بعد الفاصل في أمان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك. الدرس الأول اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم المولد إيه والنشأة، هنعرف الدرس ده حياة النبي ويتولد إمتى ويقولنا عامل فيه يعني إيه، وهنشوف العلاقة بينه وبين قبيلة بن سعدة، كل ده هنشوفه في إيه في الدرس بتاع النهاردة. أول حاجة عندنا اللي احنا قلناها، من هو النبي صلى الله عليه وسلم، نسبه إيه، ينسب إلى إيه. ليك الشرف، كلتنا لنا الشرف الحمد لله لأننا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من هو محمد؟ هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، يمتد نسبه إلى عدنان من بني سيدنا إسماعيل، اللي هو من ولد سيدنا إسماعيل من بني إبراهيم عليهما السلام، هو أمه وأمه آمنة بنت وهب من خيرة العرب أو من خيرة إيه؟ قريش. يعني سيدنا إسماعيل ابن الذبيحين، وقلنا ابن الذبيحين سيدنا إسماعيل جده خلاص كان ضحى بيه بليه بعيد الأضحى اللي احنا خلاص قربنا فيه، ولا انت مش هتعيد ان شاء الله؟ هنعيد ان شاء الله. خلاص عندنا بعد كده أبوه كان ضحوا بيه برضه، ضحوا بيه بالإبل علشان كان في ندر بينه. نرجع بسرعة كده نشوف مين يقول ولد النبي يوم ايه؟ 570 أو 570، بس هم يا العام ده بعام ايه؟ ما المقصود بعام الفيل؟ هو العام الذي عليه أفضل الصلاة والسلام. عام الفيل قصته هو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو سميه بعام الفيل نسبة اللي كان فيه واحد اسمه أبرهة ملك الحبشة، كان عاوز يغزو مكة أو يغزو الكعبة قاصدا اللي هو يهدها ويصرف العرب عن إيه؟ عن زيارتها، عشان يتجهوا لإيه؟ لكنيسته التي بناها بأرض إيه؟ اليمن. فخرج بجيش ايه؟ فخرج بجيش كبير. وهل بقى قدر؟ لا طبعا، ده الآية القرآنية صريحة، ليتجهوا الكنيسة لكن الله حافظ البيت. حافظ بيته عمل ايه؟ حد فكر الآية؟ أرسلنا عليهم ايه؟ ترميهم. طب الحمد لله، شوفوا بقى خير من أنجبت الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم توفي والده وهو في بطن أمه 3 أشهر، عبد الله ابن عبد المطلب ودفن في يثرب أثناء عودتهم رحلته إيه التجارية ذات الشأن. ثم فرح جده عبد المطلب
بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يا عبد المطلب؟ ليه يا بني هاشم فرحت بمجيء محمد؟ قال لك كان فرح كل قريش أو العيلة كلها بمولد النبي، لأنه كان عطاء من الله وتعويدا لهم عن مين؟ فقد أبيك. ها، وطاف به جند مين؟ حول الكعبة. فأطلق عليه محمد حتى يكون محمودا في الأرض وفي السماء. في الأرض وإيه؟ ما كانش حد يسمى محمد اللي هو، وده أمر من الله عز وجل. الحمد لله. طفولته طبعا كان بيلعب زينا كده صح؟ لا. السؤال بقى اللي جيبه في الامتحان كتير قوي 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 قوي، بما تفسر كان أشراف العرب يلتمسوا لأبنائهم المراضع أو المرضعات من البادية ليه؟ يعني كانوا بودوا ولادهم، كانوا بودوا ولادهم الصحراء ليه؟ قال لك عشان ثلاث حاجات: يكسبوا فصاحة اللسان وقوة البنيان ورجاحة إيه؟ يبقى الوقت النبي صلى الله عليه وسلم وكان معظم اللي بتولد بيروحوا فين؟ البادية. ليه؟ ليه يا أمان؟ واحد ورجحت ايه؟ مين اللي فرحت بيه؟ من هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حليمة. ايه؟ قاعد عندها كم سنة؟ كانت كلها خير وايه؟ وبركة. عشان كده كانت خير وبركة عليها بس لوحدها؟ على القبيلة كلها. عشان كده قلنا ما العلاقة بين الخير والبركة وذهاب النبي مع حليمة السعدية، ها؟ لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مولده رحمة لمين؟ للعالمين، كل الناس. النبي محمد حاجة كده إن شاء الله، إن شاء الله يوم القيامة اللي حصل يغضينا بإيدينا كده دخلنا الجنة إن شاء الله. بس طبعا نعمل له يعني، ولا إحنا هنقول له يا نبي ودينا الجنة ولا بنصلي ولا بنصوم؟ أمه ماتت وعنده كم سنة بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عنده 4 سنين كان بيرضع 4 سنوات عن مين؟ حليمة السعدية كانت راعية بيه أو هي المسؤولة عنه. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم كبر شوية، أمه سيدة أمينة خالته في الزيارة لمين؟ لإخوانه. فهم ماشيين راحوا لبني النجار في يثرب، وأثناء عودتهم إلى مكة توفيت السيدة أمينة في الطريق. كان عنده كم بقى النبي؟ لا، السادسة من عمره. سامنة دي حاجة تانية. فكفله جده عبد المطلب وتوفى جده عنه كم سنة؟ طيب يبقى قعد 4 سنين عند مين؟ توفيت آمنة هو عنه كم سنة؟ توفي عمه جده عنه كم سنة؟ مين اللي هياخده بقى؟ عمه أبي طالب. يبقى تاني، يبقى أمه توفي وعنده السادسة من عمره، توفي بعد كده وهو في الثامنة من عمره مين؟ جده. ثم كفله عمه أبو طالب فكان أحب إليه من أولاده فأحسن تربيته العائلة. بس خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عاوز يبقى تقيل على حد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبيت عمه كان ولاد عمه كتير، فكان يعني شايف الموضوع كبير يعني، فيعمل إيه؟ عاوز يشتغل يا عم. شوفوا قال لك إيه، بصوا المذكرة كده: محمد صلى الله عليه وسلم في بيت عمه تولى عمه أبو طالب رعايته، ولما كان فقيرا كثير العيال لم يرضى صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي كده، ان يكون عبئا او عاله عليه، وفضل يعمل ايه؟ يساعد عمه. فخرج وهو صغير السن يرعى ايه؟ الاغنام. جه سؤال: ما النتائج المترتبه على تعلم النبي؟ خلي بالك اهو، ما النتائج المترتبه عليه رعايه الاغنام؟ رعايه الاغنام ادى الى والحنين. تعلم الصفات ايه؟ الصبر. ايوه، خلي بالكم بقى، انا مصنفها لكم اهي في المذكره: بما تفسر تعلم النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي كتير كده، خليكم يعني يبقى كده الجو حلو يعني. بما تفسر تعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حرفة الرعاية كثير من الصفات: واحد، الصبر، مكتوب عندنا اهي في المربع: يرعى الاغنام من بدايه اليوم لاخره. صبر برضو ما هيش سهله، ده انت لو قاعد في البيت مع اخواتك ده انت هتطلطه، ما بالك النبي كان قاعد مع الغنم. مع احترام لاخواتكم يعني. التواضع، كان بيحرص ايه؟ الاغنام وبينام بجوارها. النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن. الشجاعه، اي حيوانات مفترسه هيقرب من الغنم هيحميه. طب الرحمه والعطف، يساعد الاغنام اذا مرضت او اصيبت بايه؟ بسوء. اذا اصيبت بايه؟ بسوء.
وعندما بلغ الثانية عشرة، خلي بالكم ماشية بالترتيب اهي، يبقى أربع سنين فين؟ ست سنين. إيه اللي حصل؟ توفيت أمه، والثامنة توفي جده، كفله عمه، مرضاش يبقى يبقى على عمه، راح فين؟ طيب بلغ الثانية من عمره، الثانية عشرة بقى من عمره، انتقل صلى الله عليه وسلم للعمل مع عمه في التجارة، قال له يا عمي أنا خدني اشتغل معك في التجارة. فبدأ يسافر معاه، وهو ماشي إلى الشام حدثت مفاجأة كانت لا على البال ولا على الخاطر. إيه اللي حصل؟ هنشوف مع بعض إيه هي المفاجأة دي. مفاجأة النبوة دي البداية اللي هنعرف فيها إنه هو النبي، بس النبي يعني لسه صغير 12 سنة. وهم ماشيين كان في راهب اسمه بحيرة أو بحيرة الراهب، كان عالم بالإنجيل، فعرف أن النبي هو نبي هذه الأمة. من نبي الأمة؟ إنه محمد. شوفوا الحوار اللي دار، ما بيجيش في الامتحان يعني بس هتعرفوه، الحوار الذي دار بين بحيرة الراهب أو بحيرة الراهب وأبو طالب. يبقى دلوقتي الحوار بين مين ومين؟ الراهب وعم مين؟ وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في رحلة إيه؟ الشام. الراهب هيقول إيه؟ من هذا الغلام؟ ده مين؟ الراهب اللي بيقول له، بيقول من هذا الغلام منك؟ تبقى له إيه؟ أم أبو طالب رد قال له ابني، قال له لا، ما هو بابنك وما ينبغي أن يكون بحيا. الله، يعني الراهب كان عارف إن المفروض النبي الأخير نبي الأمة لازم يكون أبوه إيه؟ ميت. خلي بالكم من دي. أبو طالب استغرب، قال له هو ابن أخويا، يعني ابني، بس هو قال لا أنت ما تقولش أبوه، ده ابن أخوه. ماشي. الراهب أين أبوه؟ أبو طالب مات وهو في بطن أمه. بدأت الرؤية إيه؟ تتضح للراهب أهو. يبقى الراهب عاوز يعرف اللي كان هو النبي ولا لا إزاي؟ هو جاي له في الإنجيل إن في نبي هيجي آخر الزمان، أبوه هيتوفى وفي بطن أمه، وهيحصل وهيحصل وهيحصل. فبدأ الإيه؟ الراهب يعرف. الراهب قال له إيه؟ صدقت. يبقى الراهب كان عارف إيه؟ اللي في نبي جاي أهو. فارجع به واحذر عليه من اليهود، والله لو رأوه لينال منه شر انتقام، فإنه سيكون له شأن عظيم. ونصح عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى مكة وما يقدوش الشام خوفا من اليهود. فأسرع أبو طالب خوفا على محمد صلى الله عليه وسلم، وعاد به إلى مكة. دي كانت البداية، عشان كده عمه هيفضل يحميه. شفتوا النبوءة عاملة ازاي؟ لأنه شاف الختم على كتف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي وهو لسه صغير بدأت النبوة تظهر، وبدأ يعرفهم اللي هو النبي. بس اليهود لو شموا خبر هيقتلوه. عمه خاف عليه وعمل ايه؟ رجع معاه. يبقى النبي اشتغل بالتجارة عنده كم سنة؟ 12. أمه ماتت عنده كم سنة؟ 6. وجده؟ 8. وكان عند حلمة السعدية؟ 4. فكان خير ايه؟ بركة. طيب هما كانوا بعتهم البادية ليه؟ قوة البنيان وفصاحة ورجعة العقل. شباب النبي، شباب النبي صلى الله عليه وسلم شاب عاوز يتجوز بقى. بدأ النبي يبقى فيه شباب قوة، استمر في شبابه يعمل ويكسب من الحلال، ومن خلال رعي الغنم وحفظه لكل اللي كان معاه حفظه الله من كل سوء. عدم انحراف، ما يشربش خمر، ما يلعبش الميسر، ما يعملش اي حاجه، ما يسجدش لصنم، وفطره شبابه ما فيش انحراف. تمام. عرف عن النبي صفات. ما هي صفات النبي؟ الطهاره، عايزين نبقى زي النبي، العفه، رجاحه العقل، الصدق، الامانه. فلقب بايه؟ صادق الامين. شوف الصفات، حد فيكم الصفات دي؟ طب نشوفها كده، كل واحد يسأل نفسه كده، بينه وبين نفسه كده. الطهارة، الحمد لله. العفة، اللي انت تستعف عن الناس، ما مسألش الناس كل حاجة. رجاحة العقل، مش شرط تكون ذكي يعني، بس على الأقل يبقى فيه لماح. الصدق، دي أهم حاجة. الصدق، يا ويلك يا اللي بتكذب هتروح فين؟ هناك كده. ها، الأمانة، اوعى تخون الأمانة لو على رقبتك. فلقبه الناس بالصادق الأمين. وفجأة النبي وصل لكم سنة؟ 25 سنة. قال لك هشتغل بالتجارة زي ما كنت بشتغل مع عمي. فراح اشتغل في مال السيدة خديجة رضي الله عنها. شوفوا بقى المفاجأة اهو،
بيشتغل عند مين؟ سيدة خديجة. وكان في غلام اسمه ميسرة. ولما رجع ميسرة لمكة خديجة لقت ايه؟ مال كتير قوي وأمانة وبركة ما شافتهاش قبل كده. قالت له خد يا ميسرة. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي التجارة زيادة و... ايه الحاجات دي؟ مين اللي بيشتغل معاك؟ قال لها محمد. مين محمد؟ قال لها محمد ابن كذا وابن كذا وابن كذا، وصفاته 1 2 3، وهو ملقب بالصادق الأمين. فرأت في الرحلة دي شمائل وكرم وصدق وأمانة وحاجات كتير يا أولاد. فأعجبت بمين؟ بمحمد. أعجبت، ها؟ ركزوا في الحتة دي. يبقى السيدة خديجة ليه؟ اللي أعجبت يعني حبت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان إيه؟ بيشرب خمر؟ بيلعب ميسر؟ بيسجد للأصنام؟ لا، صادق أمين. وعرضت عليه إيه؟ الزواج. يعني السيدة خديجة قالت له إيه؟ أتزوجك. يعني مش عيب، يعني المهم. فتزوجها النبي، وكان بينه وبين بعض يعني هو عنده 25 سنة، عنده 40 سنة، 15 سنة. وكانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. راح يعني السيدة خديجة كان النبي بيحبها حب لدرجة سيدة عائشة كانت بتغير من وهي ميتة. فأنجبت له بقى السيدة خديجة ولدين، خلي بالك أهو، وأربع بنات. الولدين القاسم وعبد الله وتوفاهم الله. والبنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. مين بقى من النساء الأربع في الجنة فيهم؟ فاطمة، خلي بالك. والسيدة خديجة كان عندها كم سنة؟ 40 إيه؟ والنبي كان عنده كم سنة؟ 25. خلي بالك أهو، تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة وهو في سن 25 عاما، وكانت هي في سن 40 عاما، ولم يتزوج غيرها حتى إيه؟ ماتت. ده حب النبي، حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة، لدرجة السيدة عائشة تقول له بتحب العجوز يا محمد؟ شوفوا، فكانت سيدة خديجة حاجة كبيرة عن سيدنا محمد. يعني مثلا نشوف الأسئلة اللي جت على الجزئية دي. ما المقصود بعمل فيل؟ مين يقوله؟ ها؟ عايز حد يقول له عامل فيل؟ يلا منا. هو العمل الذي ولد في الرسول صلى الله عليه وسلم عامل فيل. عليه الصلاة والسلام. ما اسمعه؟ ها؟ صلى الله عليه وسلم يبقى إيه؟ صلى الله عليه وسلم يبقى إيه؟ عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. حكم درس سهل وهنحفظه دلوقتي. في أسئلة تانية عندنا؟ اكتسب محمد صلى الله عليه وسلم الصبر والتواضع والشجاعة من عمله بحرفة الراعي. أرسلت السيدة خديجة إلى محمد ليخرج تاجرا بمالها إلى نقط مع غلامها ميسرة إلى الشام. طب السؤال ده حلو، مين اللي أجاب على السؤال ده قبل ما أقوله؟ لماذا لقب النبي بالصادق الأمين؟ لما عرف عليه بإيه؟ بالطهارة والعفة والصدق والأمانة والشجاعة. طيب سؤال صح أم خطأ؟ أكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة. كل أسئلتي بقى الملخص والأسئلة بتاع الكتابات الكتب إيه؟ مع التصوير. عرفت شبه الجزيرة اللي عارف يرفع بس، عرفت شبه الجزيرة العربية عبادة الأصنام، وكان لكل قبيلة صنم. ها؟ صح. صح ليه؟ ها؟ عارف شبه الجزيرة العربية عبادة الأصنام وكان كل قبيلة صنم؟ أيوة. مش عبادة الأصنام؟ طيب بس كانت تعرف التوحيد؟ على إيد مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. طيب السؤال الثاني، عمل النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته بحرفة التجارة. خطأ. التجارة صح ولا غلط؟ يبقى إيه؟ الراعي. برافو. طيب ثلاثة، اللي يعرف بس يرفع ايده، عايزين شويه احترام كده. ده احنا لسه بنقول العفه والطهاره والنبي صلى الله عليه وسلم. كان النظام القبلي هو النظام السياسي السائد في الجزيره العربيه. صح. صح ليه؟ لان كل قبيله كانت متفرقه، وكان يختارون شيخا من كل ابنائها. أيوة. وكان يتصف بالشجاعه والكرم والصدق والامانه. برافو عليك. بعد وفاه بعد وفاة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كفله عمه أبو طالب. كفله عمه. الإجابة إيه؟ الإجابة صحيحة. رتب الأحداث التاريخية. كل اكتب ورايا السؤال ده بعد إذنك. رتب الأحداث التاريخية الآتية من القديم إلى الحديث. هنشوف أسرع حد هيقدر يجاوب على السؤال ده إيه. رتب الأحداث التاريخية الآتية من القديم الحديث. 1، خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من القديم إلى الحديث. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة للتجارة
إلى بلاد الشام. خروج الرسول خروج الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة للتجارة لبلاد الشام. اثنين، إرسال الرسول، إرسال الرسول إلى الشام. للشام. اثنين، إرسال الرسول إلى ديار بني سعد في البادية. بني سعد في البادية. ثلاثة، زواج الرسول من السيدة خديجة. زواج الرسول من السيدة خديجة. أربعة، وفاة جد الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ثلاثة، زواج الرسول من السيدة خديجة. أربعة، وفاة جد الرسول. عايزين حد ما قالش؟ عايزين حد ما قالش؟ ها، يبقى واحد، إرسال الرسول إلى ديار بني سعد. برافو. اثنين، وفاة جد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، خروج الرسول في رحلة للتجارة. أربعة، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة. برافو عليكم. اختر الإجابة الصحيحة، هنجيبه ده من شرط الكتب. كانت العراق قبل الإسلام خاضعة لدولة من يقول؟ ها؟ الفرس. توفيت آمنة بنت وهب والدة الرسول وهو في سن السادسة من الممالك التي قامت في شبه الجزيرة العربية. ممالك. ها ها، طب هو جايب اختياري، معين ولا الغساسنة ولا سبأ ولا حمير؟ في شمال، في الشمال. معين ولا الغساسنة ولا سبأ ولا حمير؟ لا 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 لا، هند فرصة. معين ولا الغساسنة ولا سبأ ولا حمير؟ لا الغساسنة. اعترفت او اعترفت دولة الروم بنقط ديانة رسمية لها المسيحية. طب السؤال ده هو حلو قوي، ما نشوف ليه. السؤال ده، كان المجتمع العربي قديما يتكون من عدة قبائل، وكان له العديد من العادات والتقاليد التي تحكمه. في ضوء العبارة وضحي ما يلي: بعض العادات السيئة وبعض الأخلاق الحميدة لدى العرب. عايزين مقارنة. 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 إيمان واحد، هتقول لي عادة إيه؟ ماشي، لعب الميسر ووادي البنات. طب هبه هي الأصلية اللي كانت يطلب الأخلاق الحميدة مثل الصدق والكرم والصبر والعفو والوفاء بالعهد وحماية الجار. ماشي، السؤال الثاني: ما أسباب شهرة مكة تجاريا؟ ما أسباب شهرة مكة تجاريا؟ ها؟ وموقع ليه؟ موقع المتميز بين الشرق وإيه والغرب، أو بين رحلتي الشتاء والصيف، أو بين الشام واليمن. طب ده سؤال صعب قوي قوي قوي. بما تفسر ارسال اشراف مكه ابنائهم للمرضعات في الباديه؟ انا بيكسبهم من قوه البنيان ورواحه العقل وفصاحه اللسان. حنين بقى اقول السؤال ده صعب قوي، السؤال ده بصراحه. كان العلم في حاجه الى مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اصعب سؤال، مين يتحداني اللي يقول الاول قبل ما اقوله؟ ها، ماذا كان يحدث اذا اقتصرت الأسواق عند العرب على التجارة فقط؟ ماذا يحدث لو اقتصرت الأسواق على التجارة فقط؟ لم تشتهر أسواق مثل أسواق بني. ماشي، عدم ازدهار إيه؟ عدم ازدهار الشعر والخطابة عند العرب، وعدم ظهور الشعراء مثله. أنا بغض يعني. سهلة دي، كل الأسئلة وكل الحاجات اللي جات على الدرس الأول في التاريخ بتاعنا، حياة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، المولود ايه والنشأ. ده كان قصة الدرس ده، وبكده يبقى انتهينا من الدرس الأول، محمد صلى الله عليه وسلم المولود والنشأ. انتظرونا في كل جديد إن شاء الله على قناة أجيال الأندلس، هتصلك كل جديد. اشترك في القناة هتصلك كل جديد إن شاء الله. كده خدنا المذكرة، يبقى اللي احنا خدناه النهاردة خدنا كل اللي في المذكرة، وبعدين خدنا اللي في الملخص، بالإضافة اللي احنا حلينا أسئلة الملخص وأسئلة الامتحانات وأسئلة اللي قررت في كل الأسئلة اللي قررت كلها في كل الدرس. والحمد لله كده
تم بنجاح. اتمنى لكم دايما التوفيق والنجاح لكل اجيال اندلس وكل حبايبنا كلهم. واشترك في القناه هتصلك كل جديد، وما تنساش تفعل الجرس وما تنساش لايك، عشان يعني كل ده بيفرحني اللي في ناس متابعين القناه، وشرف كبير جدا كل يوم القناه بتزيد. اتمنى لكم دايما التوفيق والنجاح، ويا رب من نجاح لنجاح لكل الطلبه والطالبات ان شاء الله في كل انحاء الجمهوريه وفي كل العالم كله الاسلامي. وربنا معاكم ان شاء الله في امان الله. لو احتجتوا اي حاجه تحت امركم في التعليقات. في امان الله. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال الاندلس. في امان الله. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.